لتفاصيل أوسع ينضم معنا من المدينة المنورة مراسل الإخبارية مصطفى عباس. مصطفى أهلا بك معنا، يعني جميع مناطق المملكة سوف تشارك في هذه المبادرة، ولكن ما هي طبيعة المشاركة التي سوف تشارك بها المدينة المنورة تحديدا؟ أهلا بك إبراهيم وبالسادة الكرام المشاهدين أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالفعل بدأت هذه المسيرة هنا في حديقة الملكة فهد المركزية بالمدينة المنورة قبل عدة دقائق. هذه المسيرة التي تهدف إلى الحماية ورفع الوعي لخلال حماية هذه القطط البرية والنمر العربي من الانقراض. هذه المبادرة تأتي على شقين، الشق الأول هي المشي نحو 7 كيلومترات وإهداء هذه الأرقام إلى القطط المفضلة للمشاركين، وكذلك الشق الآخر هي المشي إلى 700 متر أو أقل من 7 كيلومتر التي يشارك بها العوائل والأطفال كذلك للقطط المفضلة لديهم. هذه المبادرة والمتميزة التي تعد الأولى من نوعها من قبل مؤسسة كاتموسفير التي أسستها صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك أيضا الرئيس الفخري للأولمبيات السعودي الخاص. من خلال هذه الفعالية ومن خلال أبرز أهدافها تهدف إلى رفع الوعي لحماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، كذلك لتصبح اليوم المملكة العربية السعودية حاضنة لهذه القوارض وهذه الحيوانات المهددة بالانقراض ونشر ثقافة الوعي لحمايتها. لنأخذكم بالتفاصيل أكثر إبراهيم والسادة الكرام المشاهدين، ينضم معي أحد المهتمين في القطط وهو الأستاذ قصي شيرة. أستاذ قصي أهلا وسهلا بك عبر نشرة الإخبارية. نتحدث عن مسيرة اليوم يشارك بها مئات الأشخاص في المدينة المنورة، حدثني في البداية كيف سوف تساعد وترفع الوعي للمجتمع من خلال المحافظة على هذه الكائنات المهددة بالانقراض. أول شيء نتشرف بلقائكم الكريم. المسيرة طبعا هتشارك بنشر التوعية على هذه الحيوانات وهذه الفئة من الحيوانات اللي هي السنوريات والبيك كاتس. طبعا القطط الكبيرة بالنسبة لنا في المملكة العربية السعودية عندنا 3 أنواع من القطط البرية، وعندنا النوع الأكبر وهو النمر العربي وهو اللي هنتكلم عنه اليوم. فطبعا المسيرة هتكون انها هتلفت نظر الناس لهذه الفئة، وبالتالي هيزيد البحث، هيزيد السيرش على مواقع التواصل، وان شاء الله نقدر نوصل صورة كويسة. يعني حدثني، النمر العربي يحظى باهتمام بالغ من قبل الجهات المعنية مؤخرا وايضا بمشاركات عديدة لرفع يعني وعي المجتمع. لماذا هذا الاهتمام بالنمر العربي بالتحديد؟ الاهتمام بالنمر العربي تحديدا لانه احد اكثر النمور البريه، اكثر من الببر، اكثر من الاسود، من اكثر انواع القطط الكبيره الان شبه على وشك الانقراض النمر العربي. في النمر العربي طبعا هي فصيله الليبرد، النمر العربي هو تقريبا اكثر فصيله فيها على وشك الانقراض بسبب نقص الموائل الطبيعيه. كم تقريبا الاعداد المتواجده الان في المملكه من قبل هذه الحيوانات المهدده بالانقراض؟ على اخر احصائيه كان 200 نمر في الجزيره العربيه، ونأمل أنها إن شاء الله تزداد خلال السنوات القادمة بناء على رؤية الأمير محمد بن سلمان، رؤية 2030 طبعا، بزيادة الموائل الطبيعية، بإطلاق فرائس طبيعية طبعا، وبدأوا الحمد لله فيها. فنتمنى إن شاء الله أنه حيكون فيه ازدياد واضح خلال السنوات القادمة بإذن الله. دعني أعود إليك من جديد أستاذ قصي، يعني ربما الآن من خلفي الآن إبراهيم والسادة الكرام المشاهدين، بعض المشاركين قد قطعوا المسافة ويعود من جديد إلى نقطة البداية، وربما يعني من خلال هذه المساهمات العديدة التي يلتفت إليها المجتمع قد تكون بمثابة رفع للوعي. من هناك اللقطة الواسعة بمشاركة أيضا طبعا الجهات الأمنية والجهات المعنية المخولة بهذه اللفتة وبهذه المبادرة. نعود إذا من جديد لضيفي، يعني ربما لديك نماذج أستاذ قصي، ولكن يعني من الكائنات التي قد تكون مخصصة للاقتناء وليست ممنوعة، لو تحدثنا أكثر عن ماذا لديك الآن أستاذ قصي؟ طبعا عندنا هنا قط نصف بري وهو قط البنغال كات أو القط البنغالي، هذا هجين بين الدوميستيك إيجيبشن كات وبين الأسيان ليبرت كات اللي هو قط بري فعلي، على أساس يأخذوا هدوء القط المستأنس نوعا ما. طبعا هذا ما هو هادي أبدا، وطابع القط البري، رأس القط البري، فهو كان كمثال بس نبغى نقرب. طبعا لا يقارن بجمال النمر العربي اللي نتمنى إكثاره فعلا. وطبعا الآن المحميات، محمية الطائف كان في خبر قريب إنه في ولادة شبلين في محمية الطائف، محمية الأمير سعود الفيصل، فإن شاء الله في أخبار حلوة بإذن الله قاعدين نسمعها تتوالى.
إذا كما رأيت إبراهيم والسادة الكرام المشاهدين، احتفاء من قبل المشاركين وأيضا احتفاء من قبل المهتمين مثل الأستاذ قصي شيرة عبر تقديم هذه النماذج وهذه الإيضاحات وهذه المعلومات. لا تقتصر اليوم هذه الفعالية على رفع ثقافة المجتمع من حماية هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، وأيضا على فتح منابع الأفكار على الحياة الفطرية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية بمختلف مناطقها. إذا ما تحدثنا عن محافظة العلا وأيضا عن المحافظات الخاصة في المناطق الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، نجد فعلا حرص الحكومة اليوم على إحياء هذه الحياة الفطرية التي تحتضنها المملكة، وبالمقابل رفع مستوى الثقافة للجميع لحماية هذه الكائنات المهددة بالانقراض.